تصفية حسابات تطحن بين عصابات المخدرات، إنها العناوين الجديدة التي صارت تترجم جرائم القتل التي طالت الجزائريين في عاصمة الجنوب الفرنسي، عناوين اعتبرها البعض طعناً للجالية الجزائرية وتشكيك في أخلاق أبنائها. فجاء الرد: اعتصام نظم صباح السبت أمام مقر القنصلية الجزائرية في مارسيليا. اليوم رانا في وقفة احتجاجية سلمية أمام القنصلية العامة بمارسيليا كما راكم تشوفوا. رانا مشينا قنصل العام بوجمعة رويبح الذي عبر تصريحاته الشخصية توجه باتهامات خطيرة ضد الجالية الجزائرية. شهران من الرعب عاشه الجزائريون بمدينة مارسيليا الفرنسية، كانت فاتورته 12 قتيلا غالبيتهم ينحدرون من منطقة خنشلة، فجاء الاعتصام لرد الاعتبار لأبناء المنطقة. نطالب الدولة يعني الجزائرية أن تتدخل في هذه القضية بطريقة فعالة لإيجاد حلول وإعطاء جواب لتساؤلات عائلة الضحايا، لأن القنصل العام بمارسيليا يبدو غير معني بالأمر تماما. وما بين طلب المزيد من الحماية والرد اتهامات، بقي احتجاجهم من طرف واحد في سبت بدا باردا من كل الجوانب. في انتظار ربيع الأمن الذي صار مطلب أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا، مسلسل الاغتيالات الغامضة طال أمده، ومسلسل الإشاعات تشبعت صوره.